الواحد يا جماعه، في ناس ما تشوفش الا نفسها، تشوفش ايه الا نفسها. في ناس تريد ان تشغل الراي العام ومؤسسات الدوله بكلام فارغ. مش بتكلم على الاشخاص، انه في ناس لا يعني، وانتوا عارفين وانا قايل لحضراتكم قبل كده وبقولها على الهوى، ما بدخلش معركه الا قدامي فارس بس. وانتوا عارفين مفيش صعيدي، مفيش واحد صعيدي ما بياخدش حقه، بياخد حقه في التوقيت اللي بيحدده. نقطة. لكن بقول لكم في ناس بتشغل الرأي العام والدولة ومؤسساتها ساعات الليل والنهار. هل أمثال هؤلاء شايفين البلد إيه اللي عندها؟ لا. شايفين. هم شايفين بس في ناس تدور على مصالحها. ما يدوروش على مصالح وطن. يا جماعة أمام الوطن كل حاجة تتنحى جانبا. في وطن، وطن لازم كلنا نبقى واقفين كده عشان الوطن. في ظرف عالمي عالم كله متأثر بيه، نبقى واقفين كده نشغل الناس ونعمل حاجات. وأنا بقول لكم حاجات كلها للأسف كلام فارغ هراء. الاتحاد المصري لكرة القدم، وانا مش بدافع عن الاتحاد على فكره، لكن الصحفي دايما يروح يشوف المعلومات، ما يقعدش يهز دماغه، يدور يرفع سماعه التليفون للاتحاد ومسؤوليه يقول لهم ايه الحكايه. لازم الواحد يعمل شغلته الصحفي والاعلامي. فانا فرحت سماعه التليفون مره واثنين وثلاثه عشان هو ايه اللي بيحصل، هو انتوا بتظلموا نادي الزمالك ليه؟ ده كان دخلتي لاي حد فيهم، انتوا ظالمين الزمالك؟ قال لك لا ظلمنا الزمالك ابدا والله. طب ايه قلت لهم فهموني الموضوع، انا شخصيا عايز افهم، مهم افهم. قال لك الزمالك لو احنا ظالمينه ما كناش ايدنا لعبته في شهر يوليو الماضي. ما كناش ايه ايدناهم في شهر يوليو الماضي. ليه عملتوا ايه؟ قال لك والله جالنا شيكين، واحد ب 23 مليون وواحد ب 5 مليون، والاثنين ثاني يوم اترفضوا من البنك. ورغم ذلك ايدنا اللعيبه. يبقى دي واحده. جمهور الزمالك يعرف الكلام ده؟ لا. جمهور مصر يعرف ده؟ ما يعرفوش. انا بقول لكم بقى رقم اتنين، امير وخالد لطيف، انا بتكلم على اسمين، هم تم الاتصال بيهم عده مرات من مسؤولين في اتحاد كره القدم الاتحاد المصري. يا جماعه فلوس الوقت، واخدين قرار، ده قرار مجلس، ما حدش يقدر يتراجع في هذا القرار، كل واخد القرار وكل موافق على القرار، اللي مش هيسدد مش هيأيد له اللعيبه. طيب لاخر وقت، لاخر وقت يا جماعه كلموا النادي الاهلي، الاهلي عليه 8 مليون تقريبا، ثاني يوم قال لك الاهلي جه 5 مليون من 8 مليون. قال لك مراكز شباب وانديه اللي عليه 30,000 و40,000 قعدوا يلمهم بعض عشان الالتزام. دوله الاتحاد المصري يا جماعه دي مؤسسه، ما بينحس هنا ولا ما ينحس هنا، تاني بقول ملهوش علاقه. المصلحه لازم تبقى مصلحه الاتحاد لكل الانديه المصريه تبقى قدامه كده. طب جت الساعه 12 او 11 ونص، ده في شيك يعني شيكات مقبوله الدفع او مصرفيه او كذا، يعني هو انا طب ما الاهلي جاب لعيبه والانديه التانيه جابت لعيبه، ما شغالين على الكلام ده. هو انا بروح في اخر وقت وهو يقول لك ايه اخر وقت، اصل اللعيبه ما سابوهمش، سابوهمش وهو جايب ميسي، يعني جايب ميسي انه مخليه اخر وقت هو ده اللي ما انت عندك التزامات مع الاتحاد. والاتحاد بالمناسبه، الاتحاد يا جماعه الفلوس دي مش بياخدها يعني الناس ياخدوا منها مرتبات، لا دي عندك اولا في موظفين وعندك أجهزة فنية وعندك معسكرات، والاتحاد هو معتمد على عقود اللاعبين، بيعتمد على ده. الاتحاد ليه فلوس بره، ليه فلوس بره كام؟ أقول لحضراتكم رقم، رقم والله، ليه حوالي أكتر من
199 مليون جنيه. قول 200 مليون جنيه عند الأندية الاتحاد. أنا بقول لكم على رقم 200 مليون جنيه عند الأندية. طيب اسأل الاتحاد فيه كام؟ عنده قد إيه؟ والاتحاد هنا بيدفع فلوس للضرايب. ما هي عقود اللعيبة بيروح للضرايب، في نسبة كبيرة منها بتروح للضرايب، وده مال عام، مال لا يملكه الأستاذ جمال علام ولا الاتحاد المصري لكرة القدم، ده مال عام. هيسيب للنادي ده وما يسيبش ده؟ طب ليه ما سابوش لمراكز الشباب؟ يعني إذا أنت عايز بقى مراكز الشباب اللي هو بيدور على 10,000 جنيه و20,000 جنيه، وأجي أسيب 70 مليون جنيه على نادي الزمالك. ممكن فلوس بقى لها من فترة، ممكن. يعني ولكن في مبلغ النهارده الزمالك ملتزم بيه. المشكلة فين دلوقتي؟ بس من خلاصة يعني. ناصر منسي ولاعب تاني بتاع أسوان، هو دول المشكلة. إنه الناس دي عندها مشكلة النهارده. أحمد بالحاج، ناصر وأحمد بالحاج. شبانة يمكن موضوعه خفيف شوية. إنه كان إعارة ويقطع الإعارة، بس مسألة بقى اتشال من النادي بتاعه ولا ما اتشالش، هو ده موضوع تاني. بيتدربوا الناس كل يوم، لكن تاني هي دي المشكلة. الاتنين لعيبة دول، ما بقولش ثلاثة لأنه شبانة قد يكون موقفه أفضل، ولكن ناصر منسي وأحمد بالحاج موقفهم صعب جدا. أنا بقول لكم صعب جدا. جدا. لأنه في الآخر أنت بتدفع فلوس، الزمالك عام شاري ناصر منسي ب 20 مليون تقريبا، والتاني معرفش بكام، 4 5، يعني بتكلم على 25 مليون جنيه. يعني وبعدين تعمل إيه؟ فيجي يقول لك والله إحنا الاتحاد، طب الاتحاد ما إحنا الاتحاد عمال، ما حدش يقول لك إيه ما عملش، لا عمل لك في يوليو. يوليو الماضي تم التسجيل والشيكات رجعت تاني يوم، شيك ب 23 وشيك ب 5 مليون، 23 مليون والتاني ب 5 مليون جنيه. طب ما لو الاتحاد مش عايز ما كانش يسجل، بس سجل عشان الزمالك يشارك في افريقيا، كان لازم يعمل ده في الوقت ده. يبقى هنا الاتحاد مع ولا ضد؟ الاتحاد هنا، واحنا الاتحاد بالمناسبه طول الوقت لما بيعمل هنا ولا هنا بنتكلم عليه. فانا هنا بقول لحضراتكم، لما انا سالت، لان انا كمان لازم اعرف ولازم اسال، لان كمان لما طلعت بث مباشر بعد ما خلصنا حلقه يوم الايه الثلاث باين ولا الاربع، يوم الثلاث، وعرفت الخبر وطلعت، فطلعوا ايه، انتوا عارفين في ناس بقى بيزعلوا يعني، بس مش مشكله لا يؤثروا في اي شيء. طلعت عشان اقول خبر، في حاجه يا جماعه في الاعلام اسمه خبر. خبر 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 ده لما يبقى عندك خبر اسمه الخبر يتقال، مش الخبر يترمي. الخبر خبر عرفناها اتعلمناها في الصحافه، نشتغل المهنه دي من سنه 84، مش بنشتغلها النهارده. فالخبر يتقال للناس للرأي العام، ملوش علاقة بالجمهور هنا ولا هنا، لا هو ده خبر اسمه خبر يتقال الموضوع كذا وما اتعملش وما اتعملش، وطلع اللي انا قلته ما حدش كان قاله قبلينا، طلعت قلت خبر هو الخبر اللي قلب الدنيا وقتها. فالنهارده بقول لكم دي، بقولها لكم كمان معلومات عشان عرفتها من الاتحاد، مصدر واثنين وثلاثة، مش مصدر، مصدر واثنين وثلاثة، التأكيد على الكلام. لأن في الآخر أنا عايز الزمالك موجود، وإحنا ضد الزمالك إطلاقا، حد ضده بالعكس. الزمالك لازم يبقى قوي عشان يبقى الدوري قوي، الاهلي يبقى قوي عشان يبقى الدوري قوي. لا ينفع تقول الاهلي ما بقاش موجود ولا الزمالك ما بقاش موجود. قطبي الكره المصريه لازم يبقى الاثنين اقوياء، والجمهور الاكبر اهلي وزمالك. يبقى انت في الاخر عايز ايه؟ الجمهور يبقى سعيد، بس لازم المعلومات الحقيقيه تتقال للجمهور عشان ما يتقالش كلام مش صح للناس. يتقال لهم الاتحاد ده، ما هي الامانه تقتضي ده، حد يطلع يقول خالد لطيف لازم يطلع يقول ان اتصلوا بيا، وانا عندي اللي اتصل بخالد لطيف، وعندي اللي اتصل بامير، عندي بس مش هقول اسماء، بس عندي الاسماء. فلازم يطلعوا يقولوا اه كلمونا، وكلمونا قبل يوم 31 وعلى مدار شهر يناير عشان نعمل ونعمل ونعمل. لازم تطلعوا تقولوا لجمهوركم كده يا جماعه، قول لجمهور الزمالك، ما تسيبوش الجمهور وتقولوا للجمهور للاسف كلام في كتير منه مش صح، في كتير منه مش صح، مش هقول كله، في جزء منه صح، ولكن في جزء منه كتير مش صحيح. في الاخر يهمنا ايه؟ نصدر صورة ايجابية عن مصر. كل واحد يحط نفسه المسؤولية ديت، وكل واحد عنده لسان، كل واحد عنده لسان، وكل واحد عنده، بالمناسبة يعني انا واحد
عاوز اقول لهم كلمه، انا بشتغل في مجال الصحافه زي ما قلت لحضراتكم من ساعتها لحد النهارده. اللي عندي مش عند حد. تاني بقول اللي عندي مش عند حد خالص. بس انا عاده ما بتكلمش. اشوفكم بكره ان شاء الله.